الحوارات بتاعك بقى. يا ناوي يا ناوي انا عايز اعرف ايه حد يا سوكا هتهزوا من الحياه. عارفه يا حبيبتي انا لو مكانك ما اعملش كده. ما هو انت مش مكاني فعلا، اصل انت ما خسرتش كل حاجه، لا خسرت بلدك ولا اهلك ولا شغلك ولا صاحبة عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد اول حاجه عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على اول واحده شافها من اللي انت عارف هما بيتسموا ايه. ممكن ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل ليه نزواته، ولازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي، بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه والدقيقه دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الاغاني ده وخلينا نفصصها بالعقل. انت هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليك، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيفة، لا قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايق؟ ولا هايدي ونادر؟ هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك. انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي وتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت 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 انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجع مصر ليه. اتفضلي. شكرا. يور ويلكم يور ويلكم. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه يا بنتي، الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ انت بعيدي. هي كورية زمانك. نعم يا استا شكري. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجه. قولي له قولي له اجيب لي بسطرمة بس يتوصل يشيل منها التوم، تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه وخليك مطرحك. جاي لنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت؟ لا بس اسكت. بس جدك جدك اكبر قبتك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي اللي ناقصه؟ طمنا يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب.
حرام عليك يا براي، ليه تمرمط نفسك مع الأشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما يا ما قلت لك اهي ناخد حتة أرض في أيها صحرا ونبعد عن الشر ونغنيله. استفدت أنا ياما تروح مني في شربة مية كده، توجع قلبي عليك كده يا إبراهيم. بس ربنا يأمري بالسلامة يا أخت كوريا، وأنا هدعيله في صلاة الجمعة إن شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلاب أبدا. يا رب يا رب، أنا ماليش غيرك، ما أنت عارف. ألطف يا رب، ألطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي رواحي انت، قعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنيه للصبح، وحبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان جوزها الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله لا بينا ولا عليه، من ساعه ما رجلها تحت خطة البيت واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالضبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايق اروح اشوفها في البيت. يا حبيب قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك بالسلامه، يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقرة كلها عايشة بحسك يا إبراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبة أبداً يا إبراهيم. أنتِ بتنوحي على إيه؟ وش البومة أنتِ؟ ثم أنتِ اللي جايبك هنا أساساً؟ ليكي فيها إيه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو أنتِ لو ريكي راجل مش متجوزة عبص، ما كانش واحد سمع لك حس؟ اهدي حس؟ اهدي، الناس عيانة، الناس تعبانة، اهدي. هو يا خال خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفرة. التيوتا، الميكروباص، لوحات معدنية ح م ت، سيارة رقم 345 مرور الزاوية. أنا يا باشا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رد على السؤال. أرد أقول إيه يا باشا؟ أنا أساساً معيش رخص السواقة وما بعرفش أسوق، هسرق عربية ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وأنت بتسوق عربيته يوم الأربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل، أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت، نعم كنت في البيت وكنت نائم، أصلاً حضرتك طالب في كلية الزراعة، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي، والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى 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 تعالى. نعم تعالي. نعم فين عندي فين هنا؟ ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس أنا بسألك عن الفلوس. آه عايزة كام يا حبيبتي؟ ها؟ أنا عاوزة الربع. أنا عاوزة الربع. الربع؟ وماله؟ وماله حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. ألو. أيوة سعيد. أقول لك إيه؟ المركب ما تتحركش خالص لغاية ما شركة التأمين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانية يتحرك بعدها بساعة. يلا يلا. أوكي أوكي. بقولك إيه، أنا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. ألف سلام عليك يا أمي، تؤمننا بالسلامة إن شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبت نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ أبله هاجر، ربنا يخلينا أبله هاجر، خلصت لك الجواب على نفة الدولة، وأنا الصبح إن شاء الله خلصت لك إمضة الوزير. طب ما بدل ما أنتوا تعبين نفسكم كده وعاملين إن أنتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة أطفى عايزة أطفى وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، انا اعرف دكتور في الوزارة وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعة وتقومي بألف سلامة ان شاء الله.
ما تبطلي نواح بقى يا وليه، بواصلي دماغي المتكلفه كانت الداهيه وانت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايباني معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاكي تطفحوا. اوعي يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. خلاص عشان خاطري. يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لا كنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفة منه قوي يا نيجر، ومحتاجة حد قوي يحميني. انا حاسة ان القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر ان عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومة دي. انتي قلتيلي انك مقلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحدة صاحبتي زمان ساعة ما حصل الموضوع ده، بس معرفش حاجة عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بصي يا سارة، انا عايزك تثقي فيا. انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتيلي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوك الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوك. وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا الله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعي عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي الوش اللي انت عاملاه ده والله واشتغلت فيك يا غالي انجليزي يا بط البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغين ومنك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت ست هاني مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوري؟ عاوزه منك يا حصه، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدلي ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده اشوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمه اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراها. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي.
ابدا والله. انت صعبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي ده انا الجمعيه لسه نحلى وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا بالفلوس دي؟ ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. في بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا انا يبقى معايا، هو اساس اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا يبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد أمبقى. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرق يمين. الله هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعال بقى شوف النصيب اللي انا فيه. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت وراح يبني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعال معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفله لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاك. يا دي النصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم انا خلاص، انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسوق اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده الظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خد الكبدجه تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا؟ طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما اكون اشتغلت في كارفور،
ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. انس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي. يلا بقى سارة، بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ قادر اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع ال 2 مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هام دهنيه؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخي انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى، حرام عليك. كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عليا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان. لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعة.
شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخده على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، اقوم اقعد على ترابيزه تانيه ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياه امي جايلك، سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي، كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلمين انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه، طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه، طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي، عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو ايه جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعة كوكايين زيادة، بس الحمد لله ربنا سترها. أنا ما رضيتش أبلغ الشرطة، بس حاولوا تعالجوها. أكيد يا دكتور، مش هنسيبها كده. أنا عارف حضرتك، أنت تقريباً المحامي نادر عالم الدين، صح؟ صح. أنا ده